تحتاج كاستين طحين وربع كاسة زيت، معلقتين كبيرة حليب بودرة وشوية ملح، معلقة كبيرة سكر ومعلقة كبيرة خميرة وماء للعجن، شوكولاتة قابلة للدهن. بالنسبة للفواكه الطازجة كيوي فراولة أناناس عنب، وبإمكانهم يحطوا أي طبعاً. أي نوع طبعاً. فواكه ثانية. بطيخ. بطيخ ممكن بنفع. طبعاً يا عيني والله فكرة مع نعمل مع بيتزا البطيخ الحال. والله تطلع حلوة. تعرفي في أماكن معينة كانوا دائماً يعني في نقاشات بتدور حوالين البندورة إنها فواكه ولا خضار؟ فواكه مفروض أنا بتهيألي. طب خلينا نحطها على بيتزا الفواكه. لا عن جد يعني في كتير خلينا أحكي فئات من المجتمع بتعتبر البندورة فواكه ما بتعتبرها من من الخضار. دي حقيقة. بس كنت أنا اللي كانوا يحكوا لي بحكي لهم طب ليه ما بتضيفوها للضيوف لما يجوا بدل إنها فواكه، يعني واحد بقدم لهم شوية بندورة. تخيل حاطط طبق فيه اناناس وفيه بندورايا قاعده كده. طيب دلوقتي احنا طبعا عاملين العجينه، لانها طبعا كل متابعينا شاطرين، العجينه مش محتاجه تتعمل قدامهم يعني. تمام. فهنعمل دلوقتي بس العجينه بنعملها عادي خالص، وهوريكم دلوقتي ازاي بس هنعملها علشان نبتدي نطبق ان شاء الله الوصفه اللي طلبتوها الاسبوع اللي فات. واي وصفه عايزينها دلوقتي ابتدوا ابعتوا طلباتكم عشان رمضان قرب، وانا ما بكونش موجوده في رمضان معاكم، فعشان اعمل لكم الحاجات اللي انتوا طالبينها قبل رمضان ان شاء الله. طيب سلم عليكي كوثر خطاب كتير، تحكي لي صباح الخير. صباح الفل حبيبه قلبي مبدعه غاده، هيثم سلم لي عليها واحكي لها اني اشتقت لها حبيبه قلبي. الله يسعدك يا كوثر. طيب عجينتنا طبعا خمرانه زي ما انتوا شايفين، هناخدها بقى ونفردها على مقاس الصينية اللي احنا هنحطها فيها. طبعا لازم يكون السطح اللي بنفرد عليه نظيف والنشابة نظيفة، دي حاجات لازم ايه ناخد بالنا منها اول ما نيجي نفرد عجين او عجينة سكر اي فرد يعني. ادي فردنا العجينة بتاعتنا، هنجيب الصينية. وطبعا زي ما دايما بقول انا بحب ارش سميد، والحمد لله كل اللي جربوا طريقة رش السميد في الصينية انبسطوا عليها جدا. فدايما رشوا سميد في قاع الصينية اللي بتعملوا فيها الفطاير او البيتزا او كتير هتحسوا بفرق، مش هتعرفوه غير لما تجربوا. هناخد بقى العجينة بتاعتنا وهنحطها في الصينية اللي احنا هنشتغل فيها. في صورة حلوة بعتلنا اياها هي من السكران، بعت هي مصورتنا ونحن في المطبخ من التلفزيون. هيام جميلة بصي الله يسعدها يا رب، وبتحكي بتابعكم وانا في المطبخ ولا تروح علي الحلقة حبيبة قلبي، وتسلم الايادي يا حبيبتي غادة. الله يسعدك يا رب. شكرا يا هيام. طيب هنكمل دلوقتي، بس هضيف دلوقتي الكبة اللي عندنا علشان خاطر تلحق تستوي، زي ما قلنا ما بتاخدش وقت كتير. طبعا التقليب بالراحة خالص، خليها تمام عشان ما تفرط بالظبط. هناخد بقى دلوقتي البيتزا كاتر اللي عندنا، قطعت البيتزا وعلى الحروف بالظبط بنقطع علشان تبقى المقاس العجينة قد مقاس الصينية كده بيبقى الشكل. وعلى الفرن على درجة حرارة يعني 180 أو 200 لغاية ما يبقى عندنا شكل زي ده. ممكن تجيب لي الطبق الخشب لو سمحت؟ حاضر. يسلموا. السلام. نحط بقى البيتزا بتاعتنا هنا. دلوقتي انتوا حرين، ممكن احنا كاتبين ان احنا هنستعمل شوكولاتة، بتقدروا تستعملوا شوكولاتة، وكمان النهاردة ممكن تستعملوا كاسترد، جبت معايا الكاسترد عشان اللي حابب يستعمل دي اوكي، اللي حابب يستعمل دي كله شغال. حلو كتير. فهنحط شكلها بقى برضو شهية، هي بس عجينة وفواكه ويعني داخلة مع الحلويات ومع الأكل مع كل شيء. فهي العجينة أصلا لو أنت مش
يعني انت اللي بتتحكم في العجينة اذا كانت هتبقى مالحة ولا حلوة. يعني هي العجينة رايحة في جميع الاحوال طوع يعني. فهنفرد الشوكولاتة بتاعتنا اللي ما فيش حد ما بيحبهاش طبعا. الحلو في العجينة بتروح زي ما بدك بالظبط، تتلخبط. من هون طلع المثل مشيك على العجين ما تلخبطوش. عمرك مشيتي حدا على العجين ما لخبطوش؟ لا انا دايما انا اللي بيمشوني على العجين. بما انك تتعاملي مع العجين كتير. بتعامل مع العجين كتير. شوف الدنيا مسايسة، انت بتسايس كل الناس اللي حواليك بحدود بحيث ان انت بتخسرش نفسك وفي نفس الوقت بتخسرش الناس اللي انت بتحبهم. دي فلسفتي يعني. ما شاء الله، برافو عليك. وعشان هيك انت محبوبة يا الله يسعدك كتير. يعني الناس انا اللي كتير جدا بحبوكي. ممكن ابقى عارفة ان حد مثلا زامن فيا او منتقد، وده عادي. هذا يعني طبيعي، نجاح دائما. عادي بس عادي، ولا بحسسه ان انا عرفت حاجة ولا. يعني عليك، كبر دماغك علشان خاطر هتخسر. شعرنا لليوم غادة كبر دماغك. طيب انا هقطع الكيوي. طنش تعش. ايه؟ تنتعش. طنش تعش تنتعش تعش تنتعش. هنقطع الكيوي، وعندنا عنب وعندنا فراولة. انت عارف حلو لما بتدي للناس عذر. طبعا. لان انت بتتحط في موقف بتلاقي نفسك مره عملت حاجه انت زعلان من حد انه عملها فيك، بس تكتشف ان انت عملتها غصب عنك، فبالتالي هو ممكن يكون عملها هو كمان غصب عنه. صح؟ يعني عليك يا غاده. طبعا حكم في يعني انت داخله مع الناس الاردنيين كتير غاده. وفي رويد الحاج بتحكي تعليق عجبني، صباح الخير نفسي غاده تحكي اردني. ده أنا أصل طبعاً أنا للي ما يعرفش يعني، هو طبعاً أغلبية الناس عارفين أنا أردنية طبعاً الأب ومصرية الأم. تمام. بس أنا عشت طول عمري في مصر، فبالتالي لما باجي بتكلم أردني دلوقتي يعني بضحك. لا أبداً يعني أكيد، بس يعني مطالب الناس بحبوكي غادة، فبحبوا يعرفوا كل شيء عنك. أحمد سلامي كمان عمل لنا نفس الصورة تاعت غادة وبحكي يسعد صباحكم. صباح هيها شوفيها برضو يا عيني. نفس الاشي. الله يسعدكم يا رب. طيب احنا بقى بتزينوا زي ما انتوا عايزين الكيتزا بتاعتكم. تمام. احنا معنا 6 دقايق تقريبا غادة بحكوا للشباب. كويسين ولا ايه؟ حلوين حلوين. طيب يلا انا هقعد ازين هنا. طيب. بقى دي منوش منار تحكي لي امانه يسلم عليك. والسلام امانه حبيبه قلبي. صباح سلام عليك. وفي كوثر عملت الششبرك او عملت الباشا وعسكر هيها. احنا اقول لك على حاجه. كوثر خطاب، كوثر الحب، كوثر الحب يسلموا ايديك يا رب. احنا عملناها قبل كده الششبرك الباشا وعساكره هنا، بس عملتها من غير جميد. تمام. بس لبن كانت. بس لبن. فداء خليفة بتحكي لي ليش ما قرأت تعليقي؟ ليه بقى؟ والله فداء هلأ بحاول انه اطوله لانه كتير ما شاء الله التعليقات، فراح بسرعة. طب بعتي تاني مجال اكتبيه كمان مرة. هلأ انا واصل للآخر في المجال، لو سمحتي بعتيه كمان مرة بقرأه. طيب نحط مثلا كده الكيوي. طبعا زي ما قلنا التزيين ده مسألة شخصية بحتة، نفس بقى اللي عملناه دلوقتي مع ال قول معايا مع الشوكولاته. بنعمله مع الكاسترد. تمام. ما فيش حد احسن من حد. لا ما فيش. في سؤال عن مش عارف عن ايش. ام كنان بتسالك اسال الشيف غاده القالب بس نرش عليه سميد بندهن زيت ولا لا؟ لا لا بس سميد. انا حاسس حالي في برنامج تاني، مش عارف عن ايش عم تسال. انه هي وسؤالها. لا القالب ده عن القالب. اوكي. طيب دي يا سلام. دي اول واحده احنا عملناها طبعا. مش عارفه ممكن نحط، تحطوا بقى موز، تحطوا اللي انتوا عايزينه. يا سلام يا سلام.